معنا الأستاذ الدكتور محمد المهدي، الطبيب النفسي. دكتور محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا خلينا نفهم الأبعاد المختلفة لظاهرة انتحار الطلبة وقت الإعلان عن نتيجة امتحان الثانوية العامة أو أي نوع من أنواع الامتحانات. إيه النهاردة اللي بيوصل الطالب لأنه يقدم على إنهاء حياته بنفسه بعد ظهور النتيجة والمجموع؟ شوفي، هو بيبقى يعني تجهيز. دكتور محمد ممكن بس لو حضرتك تتحرك او يمكن المكان ما فيهوش شبكة. دكتور محمد معاني كده؟ كده افضل، اتفضل. ان احنا بنحط اولادنا وبناتنا على المحك انه الثانوية العامة تساوي حياتهم وحياة اسرتهم، فبالتالي بيبقى الولد او البنت حاسين انه لو محققش احلام اسرته فيبقى موته احسن، لانه بيبقى خايف انه هيحبطهم، هيخليهم يحسوا بالدونية ان هو ما نجحش وما جابش المجموع اللي جايبه حد من زمايله او حد من زمايلها او بنت خالتها او بنت عمتها، فبنحطهم على خيار التفوق في الثانوية العامة او الموت، فده بيكون متجهز له من قبلها بمدة كبيرة جدا. انتحرت بالتأكيد وصلتها رسائل كتيرة جدا انه يعني حياتك مقابل الثانوية العامة، يعني يا تنجحي يا ما تلزمينيش بشكل او باخر. طبعا البنات او الاولاد في سن المراهقه بيبقى عندهم حساسيه كده خاصه، اول حاجه عندهم حساسيه شديده جدا للنقد او للمقارنه او للفشل او للاحباط، وبعدين كمان ما عندهمش الضوابط اللي تمنع تنفيذ عمليه الانتحار. ليه؟ لانه المراهقه ده سن الاندفاع والحسابات ما بتبقاش دقيقه، فيعني اتخاذ القرار في قدامه عوائق كتير. كمان لا دكتور محمد الصوت رجع يقطع مره ثانيه لو حضرتك تتحرك. اسف والله، كنت لان انا في المستشفى والمستشفى بتبقى الشبكة فيها ضعيفة شوية. معلش، مقدرين طبعا ظروف حضرتك، بس حضرتك لفت النقطة مهمة دلوقتي وهي مسألة إجراء المقارنات. يعني النهاردة في أهالي كتير فعلا بتعمل ده سواء بوعي أو بغير وعي، نقعد نقول للولد شايف ابن خالتك جاب مجموع كام، نفسي تبقى زي معرفش ابن طنط مش عارفة مين اللي بقى دكتور ودخل الكلية الفلانية. مسألة المقارنات دي بتفرق كتير وواضح إنه ليها كمان تأثير سلبي. ده صحيح. كمان في عامل مهم جدا جدا هو حبه الغلبه. حضرتك كنت تابعت انا حديث حضرتك الجميل وحضرتك بتوصفي حبه الغلبه دي وسيله خطره جدا. ليه بقى؟ لانه اي حبوب ثانيه ممكن البنوته دي ربنا يرحمها ويصبر اهلها كانت تاخد مثلا 20 30 40 حبايه من اي علاجات او اي ثانيه وكان ممكن تتلحق. ما بقولش ده عشان نشجع الناس تاخد، لكن طبعا يبقى الـ 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 التأثير القاتل لحاجات كتير بيبقاش بهذه الخطورة. حباية الغلة ما يعني نادرا لما حد ينجو منها، فحباية واحدة وشديدة السمية وسريعة القتل، ومع يعني ذلك الوصول إليها سهل ومتاحة بشكل كبير. إليها سهل والناس بتجيبها في منتهى السهوله وسعرها رخيص، واحنا حضرتك قلت ان احنا نادينا كتير، واحنا برضو كاطباء نادينا كتير بقالنا سنين يا جماعه شيلوا حبايه الغله دي يعني لا تتاح ابدا. طب انا عندي سؤال يا دكتور محمد، نقطه الغله طبعا مهمه جدا، لكن انا عندي سؤال، امتى تنتهي ظاهرة انتحار طلبة الثانوية العامة؟ امتى نقول خلاص قفلنا بالضبة والمفتاح على فكرة ان احنا قبل كل اعلان نتيجة وقت يوم اعلان نتيجة كل كام سنة نسمع لنا عن كام طالب انتحر وكام طالب يعني نهى حياته، اللي نط من فوق بلكونة واللي نط من فوق كوبري واللي بلع حباية واللي انهى حياته بطريقة يعني طرق كتير مختلفة، امتى تنتهي هذه الظاهرة تماما؟ محتاجين حاجتين يحصلوا. نعتبر الشبكة مرة تانية دكتور محمد.
الديمقراطيه زي كل المرات، وانها ليست قانون، وان للاسف مش سامع حضرتك خالص. طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بدكتور محمد المهدي الطبيب النفسي.